هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، الكيشوان، اس اي مابلر، دينتالي. لوفين يقول إن أمن بيلاروسيا يؤثر على أمننا. فضيحة عنصرية جديدة لحزب ديمقراطي السويد. أهلا بكم. قال رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين إن ما يحدث في بيلاروسيا يؤثر مباشرة على الأمن والاستقرار في منطقتنا، ما يجعل القضية مهمة جدا بالنسبة للسويد على حد وصفه. لوفين شدد على أن السويد ستستمر في الضغط من أجل دور نشط وواضح وموحد للاتحاد الأوروبي. رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأوروبي يعقدون اليوم اجتماعا استثنائيا عبر الفيديو لمناقشة تطورات الأوضاع في بيلاروسيا. رئيس الحكومة أجرى اجتماعا هاتفيا مع لجنة الاتحاد الأوروبي في البرلمان السويدي صباح اليوم لمناقشة هذه القضية. السويد بصفتها الرئيسة المقبلة للمنظمة عرضت زيارة العاصمة مينسك لتسهيل الحوار بين النظام والمعارضة في البلاد. فضيحة جديدة فجرها سياسي من حزب ديمقراطي السويد هو هانس يوني هيدستروم، الذي نشر صورا ومنشورات عنصرية على الانترنت تسخر من أصحاب البشرة السوداء وتصور العرب كأغبياء. السياسي كان أحد أعضاء هيئة المحلفين في محكمة مقاطعة سودرتوريان، وعضو المجلس البلدي في هانينغ، وقاض في محكمة مقاطعة سودرتوريان. هيدستروم سخر من العرب والمسلمين في عدة صور، وزعم أنهم يمارسون الجنس مع الحيوانات. وبعد انتشار فضيحة السياسي في الحزب المذكور، أعلنت قيادة الحزب أن هيدستروم سيترك مهامه السياسية ومهامه في هيئة المحلفين. الفضيحة الجديدة تندرج في إطار سلسلة فضائح أبطال كانوا من ديمقراطي السويد، الحزب المعادي للهجرة والمهاجرين. سجلت السويد اليوم 12 وفاة جديدة بكورونا، يصبح إجمالي الوفيات منذ انتشار الوباء في البلاد 5802 حالة وفاة. أحدث إحصاءات هيئة الصحة العامة اليوم أظهرت تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 85,000 بعد تسجيل 192 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. المدير العام لهيئة الصحة العامة يوهان كارلسون كان قال في مؤتمر صحفي أمس إن انتشار العدوى في السويد ككل مستقر، لكنه يتزايد في بعض أنحاء البلاد. أعلنت وزيرة التعليم السويدية أنا إكستروم أن المدارس الثانوية قد تضطر إلى العودة إلى التعليم عن بعد إذا ساء وضع انتشار كورونا. الوزيرة أكدت أن الوضع لا يزال خطيرا وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود الحياة إلى طبيعتها. إكستروم أكدت في مؤتمر صحفي اليوم استعداد الحكومة لإغلاق جميع المدارس مؤقتا على مستوى السويد أو في بعض المحافظات والبلديات، بما في ذلك المدارس التمهيدية إن لزم الأمر. الوزيرة قالت أيضا إن استراتيجية السويد في إبقاء المدارس المفتوحة تستند إلى حقيقة أن الأطفال ليسوا الفئة الحاملة للعدوى. سلسلة فنادق نورديك تشويس تفرض ارتداء كمامات الفم على موظفيها بجميع فنادقها في دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق. القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز بداية الأسبوع المقبل، وتنطبق على جميع الموظفين الذين لديهم اتصال بالضيوف. هيئة الصحة العامة السويدية كانت متشككة في تطبيق إجراءات مماثلة في السويد كما تفعل الآن عدة دول، غير أن الهيئة فتحت المجال أمس لتوصيات جديدة تدرسها الهيئة مع وحدات الحماية من العدوى في المحافظات. وتملك نورديك تشويس حوالي 200 فندق في دول الشمال والبلطيق. يبدو أن الجدل السياسي حول ميزانية الخريف في السويد قد انطلق.
حيث طالب حزب الليبراليين بتخفيضات ضريبية يبلغ مجموعها 30 مليار كورون العام المقبل بما يشمل ضرائب الشركة. الحزب قال إن ذلك يهدف إلى إعادة تشغيل الاقتصاد بعد أزمة كورونا، فيما أعلن حزب البيئة الشريك في الحكومة رفضاً واضحاً لتخفيض ضرائب الشركات. حزب البيئة لم يرفض الاقتراحات الضريبية الأخرى للليبراليين مثل تخفيض الضرائب لذوي الدخل المحدود. مقترحات الليبراليين تفتح الباب واسعاً لعودة الانقسامات الحزبية بعد أن تعود الأحزاب البرلمانية من عطلة الصيف لتناقش في الخريف أهم قضية تثير الخلافات الجوهرية بين صناع القرار في البلاد. أظهرت أرقام السجل السويدي للعمليات الجراحية أن القدرة الاستيعابية للعمليات انخفضت بنحو 20% خلال الصيف. وباء كورونا أثر على طوابير الرعاية في جميع أنحاء البلاد، وخلال الأسابيع القليلة الماضية أجرت المستشفيات 47,300 عملية جراحية، في حين كان الرقم في نفس الفترة من العام الماضي 59,000 عملية. السلطات الصحية تعتقد بأن مزيدا من المرضى سيكون عليهم الانتظار 3 أشهر إضافية على الأقل أو ربما أطول، كل ذلك طبعا بسبب كورونا. المزيد من الأخبار تأتيكم دوما على موقعنا الكومبس.سي. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، الكيشوان، اس اي مابلر، دينتالي.